أعلن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي إحباط هجوم أوكراني استهدف 30 خطاً لنقل الطاقة إلى محطات نووية في مقاطعتي لينينغراد وكلنين عشية عيد النصر. وذكر بيان لجهاز الأمن الروسي أنه تم اعتقال 3 أوكرانيين وروسيين شاركا في التخطيط للهجوم. أشار أيضا إلى أن معدات التفجير دخلت إلى روسيا من منطقة تفير الروسية بعد نقلها من بولندا إلى ليتوانيا. اتهم الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي روسيا بشن حملة ترهيب جديدة ضد بلاده عبر شن هجمات ب36 طائرة مسيرة خلال الليل. أشار إلى أن الدفاعات الجوية الأوكرانية نجحت في إسقاط جميعها بنسبة 100%. من موسكو تنضم إلينا مراسلة الحدث كاتيا طعمة. كاتيا أهلا بك معنا. إذن حول ما أعلن عنها جهاز الأمن الفيدرالي الروسي بإحباط هجوم أوكراني استهدف 30 خطا لنقل الطاقة إلى محطات نووية. أيضا الحديث عن ضلوع روسيين في هذا الهجوم. ما هي التفاصيل؟ مرحبا بك ضحى. بالفعل اليوم جهاز الأمن الفيدرالي الروسي تحدث عن أنه قام بإحباط عملية كانت تخطط لها الاستخبارات الأوكرانية على الأراضي الروسية، طبعا تستهدف منشأة بنية تحتية هامة جدا في روسيا في 4 مناطق، استهداف لقطع الكهرباء بتفخيخ أعمدة الكهرباء أدت إلى تفجير أحدهما. طبعا كان هناك مخطط تفخيخ نحو 30 عمودا كهربائيا يعودان إلى محطتي كهرباء نوويتين، وهما طبعا محطة كالينغراد وكالينين. هذه المجموعة التخريبية طبعا هي كانت تعمل لصالح الاستخبارات الأوكرانية، وكانت قد تلقت تدريبا كما تحدث جهاز الأمن الفيدرالي على الأراضي الأوكرانية في العام السابق في كييف وفي أكثر من منطقة في أوكرانيا. تلقوا هذه التدريبات ومن ثم بدأوا بالتنفيذ هذه العملية باستخدام متفجرات كانوا يخططون إيصالها إلى الأراضي الروسية من بولندا عبر ليتوانيا وبالتالي عبر بيلاروسيا وبالتالي إلى الأراضي الروسية. كما تحدث جهاز الأمن الفيدرالي أنه تم إلقاء القبض على مواطنين من ما يحمل جنسيتي الروسية والأوكرانية، وهناك مواطن ثالث هو في بلجيكا، هو كمان أيضا كان يساهم في عملية التخطيط لتنفيذ هذا العمل الإرهابي الذي كان من المخطط أن يتم تنفيذه قبيل عيد النصر الذي كانت شهدته العاصمة الروسية موسكو. إذن ضحى هناك حملة مكثفة نشهدها خلال الفترة الأخيرة، أولا تستهدف مجموعات تخريبية هي كما تقول روسيا هي تعود لاستخبارات أو تعمل لصالح الاستخبارات الأوكرانية. كان يوم أمس أيضا قد ألقت القوات الروسية القبض على شخص تم اتهامه أو مهندس ويعمل في مؤسسة عسكرية في مدينة راستوف على الدون، أيضا كان يقوم بنقل معلومات عسكرية روسية إلى الأراضي أو إلى الجانب الأوكراني ضحى. هو اللافت هو وجود روسيين روس ضالعين في هذه الهجمات. شكرا جزيلا لك، سنبقى في متابعة لكل هذه التطورات. مراسلة الحدث كاتيا طعمة كنت معنا من موسكو. من كييف ينضم إلينا الصحفي محمد البابا، أهلا بك معنا. إذا محمد أيضا يعني حول ما قاله الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي وما يحدث في أوكرانيا من هجمات بأكثر من 30 طائرة مسيرة، ما هي التفاصيل؟ نعم، يعني عند الساعة 2:30 صباحا دوت صفارات الإنذار في العاصمة الأوكرانية كييف ومحيطها ومعظم المدن الأوكرانية، خاصة مدن غرب أوكرانيا الفوف، روفنا، خميلنيسكي، إيفانو، فرانكو
وخاركوف ودنيبروبيتروفسك أوديسا، هذه المدن تعرضت لإطلاق مسيرات من الجيش الروسي. بحسب الرئيس الأوكراني وبحسب وزارة الدفاع الأوكرانية 36 مسيرة أطلقت على الأراضي الأوكرانية، بينها 28 مسيرة فقط استهدفت العاصمة الأوكرانية كييف. الدفاعات الجوية في محيط العاصمة الأوكرانية كييف وأيضا في معظم المدن الأوكرانية استطاعت إسقاط جميع المسيرات، وكما قال الرئيس الأوكراني أن نسبة النجاح كانت بنسبة 100%، حيث كانت الدفاعات الجوية جاهزة للهجوم بالمسيرات إيرانية الصنع من نوع شهيد 136. الجيش الأوكراني يعني طيلة فترة الإنذار الجوي كان يقوم بطلعات أيضا لطائرات ميك 29، ساهمت الدفاع مع الدفاعات الجوية لإسقاط هذه المسيرات. أيضا جنوب أوكرانيا تعرض، مدينة خرسون ومدينة نيكولايف تعرضت لإطلاق قذائف وبمدافع الهاون وأيضا بصواريخ اس 300 استهدفت محيط مدينة خرسون وأيضا وسط مدينة نيكولايف. هل هناك أيضا ردود فعل أو معلومات حول اعتقال روسيا لثلاثة أوكرانيين وروسيين في هذه الهجمات التي تحدثت عنها روسيا؟ ردات الفعل من ناحية كييف ما هي؟ يعني حتى هذه اللحظة لا ردود رسمية، ولكن متحدث باسم الاستخبارات العسكرية الأوكرانية غور قال أن لا علاقة للسلطات الأوكرانية بهذه الشبكة التي تم إلقاء القبض عليها والتي كانت تحضر للقيام بأعمال يعني ضرب خطوط الطاقة التي تمد محطات نووية في روسيا. الجيش الأوكراني وحتى الإدارة السياسية في أوكرانيا يعني تمتنع عن التعليق على مثل هذه الأخبار، وبحسب يعني منذ بداية الحرب حتى اليوم معظم الشبكات التي تم تفكيكها أو إلقاء القبض عليها في روسيا الجانب الأوكراني ينفي تماما علاقته بشكل كامل بهذه المجموعات ويضع هذا يعني ما يحصل هي فقط اتهامات من الجانب الروسي لتشويه سمعة أوكرانيا. هل تربط عادة كييف يعني اتهامات كهذه كما تسميها كييف طبعا بردات فعل وتكثيف الهجوم على العاصمة من قبل روسيا؟ بالفعل يعني عادة عندما يكون هناك إعلان عن حدث كبير مثل استهداف المحطات النووية يسبق هذا الإعلان أو هذا الإعلان يسبق عمل عدائي كبير. يعني ما حصل بالأمس كان هو الاعتداء 14 منذ بداية شهر مايو حتى الآن. الجيش الروسي يكثف عملياته باستهداف المدن الأوكرانية خلال الفترة الأخيرة، ونرى تصاعد في أعداد الصواريخ وحتى المسيرات التي تطلق على الأراضي الأوكرانية خلال الفترة الأخيرة، ولكن نحن الآن يعني ننتظر ما نتيجة انسحاب، يعني رأي العام الأوكراني الآن ينظر إلى انسحاب مجموعة فاغنر من مدينة باخموت بشكل كبير لنرى ما هي ردة فعل القوات الأوكرانية. هل ستقوم القوات الأوكرانية بمهاجمة مدينة باخموت بعد انسحاب مجموعات فاغنر وتسليمها لوحدات من ألوية المشاة الروسية؟ لذلك الآن يعني حالة ترقب تسود المدن الأوكرانية ورأي العام الأوكراني انتظارا لما ستكون مرحلة ما بعد فاغنر التي تخرج تلقائيا، وبدأت بالفعل يعني خروج مجموعات فاغنر من مدينة باخموت باتجاه العمق عمق المناطق التي تسيطر عليها القوات الروسية في شرق أوكرانيا. لمتابعة المزيد من الأخبار والبرامج والقصص الإنسانية والوثائقيات والتقارير، لا تنسوا الاشتراك بقناتنا على يوتيوب، الضغط على زر الإعجاب وتفعيل جرس التنبيهات.